هاي انا عبد الشاف وداتي دايم وذنكم ورجعتكم في فيديو جديد. الفيديو ده هتكلم فيه عن الافلام اللي اتفرجت عليها خلال شهر اكتوبر ورايي فيها. الشهر ده رغم ان انا ما قريتش فيه كتير لكن شفت فيه عدد كويس من الافلام، وعشان كده ده هيكون فيديو اطول واتمنى يعجبكم. اول حاجه اتفرجت عليها اتفرجت على دراما كوري اسمها 18 vs 29. دي دراما كانت سيئه جدا، انا حتى مايش مزاج اعمل عنها ريفيو لان انا ما كملتهاش كلها. الدراما 16 حلقه وانا شفتها من 10 حلقات بس. هي دراما اصدرت سنه 2004 ورغم انها قديمه ما كنتش انها تبقى سيئه كده، لكن التمثيل سيء، الحبكه سيئه، الاحداث سيئه بتلف ورا بعضها، كانت دراما سيئه جدا لكن انا ما قدرتش اكملها. المهم قبل ما اعدش فيها كده اقول لكم قصتها ايه. قصتها انها واحده متجوزة ممثل مشهور وهما كانوا مع بعض بيحبوا بعض من ايام المدرسة الثانوي، لكن بسبب مشاكل كتيرة وبسبب غيرتها عليه وبسبب صراعات بسبب ان هو كونه ممثل طبعا بتكون عايزين يتطلق. وفي يوم هي راحة تبعت ورق الطلاق بتعمل حادثة بتفقد الذاكرة، لكن بتفقد الذاكرة بترجع هي عندها 29 سنة اخر حاجة بتفتكرها وهي عندها 18 سنة وهي في المدرسة الثانوي. طبعا احداث الدراما كلها ان هي بتحاول تفتكر وانها عايشه معاه وهي مش متخيله ازاي اتجوزت ده، لان اللي بتفتكره انها كانت بتكرهه، لكن هما بداوا يحبوا بعض في اخر سنه في المدرسه الثانوي وهي اخر حاجه فاكراها وهي تاني سنه في المدرسه الثانوي. طبعا احداث الدراما كلها غبيه، وانا ما تخيلتش ان انا اكره دراما كوري، لكن انا بكره الدراما دي لان مفيش فيها اي حاجه مبرره. الشخصيات كلها سيئه جدا وانانيه جدا، ده غير ان التمثيل مصطنع جدا. لكن انا بتخيل في درامات كتيره حلوه مثلا من 2010 بعد 2010 لحد 2015، هل قبل 2010 كلهم سيئين كده؟ مش عارفه، لكن انا فعلا دي تالت دراما او رابع دراما اشوفها من قديمه شويه، ورغم ان التانيين ما عجبونيش قوي لكن برضو كان في عيوب كتيره، لكن دي ما قدرتش اكملها خالص. للاسف ما انصحش اي حد يشوفها، لو عايزين تكرهوا الدرامات الكوري اتفرجوا على الدراما دي. بعد كده اتفرجت على الحلقه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه من بيج بانج ثيوري الجزء التاسع، وطبعا الجزء بيبقى احلى واحلى. ما اقدرش اتكلم عنه كتير لكن اقدر ارشحه ليكم كواحد من مسلسلات السيت كومز اللي بتضحك. للي بيحب فريندز وهاو ميت يور مادر والحاجات دي، بيج بانج ثيوري مختلف شويه وشخصيته مميزه لان في ثيمه معينه بتتكرر في السيت كومز الامريكي، لكن ده شخصيته مميزه شويه. بعد كده اتفرجت على فيلم ويبلاش اللي هو الزور سنه 2014 من بطوله جيكي سيمونز ومايلز تيلر. الفيلم بيحكي قصة طالب درس موسيقى، والطالب ده هوسه انه يبقى درامر عازف طبول كويس جدا، وبيبدأ يتدرب على ده وبيقع في ايد استاذ شرس شوية في طريقة تعليمه وتدريبه ليه، لدرجة انه بيسبب له اكتئاب وبيسبب له ان هو يكره الدرامينج، لكن بعدين بيكون هو سبب تحسنه وسبب ان هو بيبقى عازف عظيم جدا. الفيلم عجبني جدا 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 رغم ان هو سيمبلستيك وبسيط جدا، لكن التمثيل فيه هو احلى حاجه، وبالذات تمثيل اداء جيكي سيمونز كان عظيم جدا، ومشهد النهايه من احلى مشاهد النهايه اللي شفتها في اي فيلم. ارشح الفيلم ده جدا 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 رغم ان قصته بسيطه، هي دي بس القصه اللي انا قلتها، لكن فيلم يستحق انه تشوفه. بعد كده اتفرجت على فيلم ذا ترومان شو نزل سنة 1996 وبطولة جيم كاري. طبعا دي مكانتش أول مرة اتفرج عليه، لكن بين حين والآخر بحب أعيد اتفرج على أفلامي المفضلة، وده واحد من أفلامي المفضلة. قصة ذا ترومان شو إن هو قصة راجل اسمه ترومان، والراجل ده من ساعة ما اتولد وهو معروض على برنامج تلفزيون بيتابع حياته. الفكرة إن هو معرفش ده من طفولته لمراهقته لفترة الثانوي الجامعة جوازه حياته وشغله، كل ده في برنامج، كل الناس اللي معاه ممثلين وحياته كلها معروضة للتلفزيون الناس تشوفه، وهو الوحيد اللي معرفش ده. عايش في حاجة زي جزيرة وعمره ما خرج منها، طبعا ما يقدرش يخرج منها لانها مجرد استوديو ضخم جدا.
لكن بتبدأ الأمور تتغير شوية لما يبدأ يحس بحاجة غريبة في نمط حياته، ويبدأ يحس أنا عايز أخرج من المكان ده، أنا ليه مش عارف أخرج منه. ده من أحسن أفلام هوليوود ومن أحسن أفلام جيم كاري. الفيلم رائع، بيطرح أسئلة كتيرة جدا، زي حاجات عن الحرية، حاجات عن ربنا، والأداء والتمثيل عظيم. ده من أفلام مفضلة لجيم كاري، أفلام مفضلة أطلاق، أنصحكم تشوفوه. بعد كده اتفرجت على فيلم يس مان لجيم كاري، ده سنة 2008، ودي كانت أول مرة أشوفه. أنا مستغربة أن أنا ما شفتش الفيلم ده لأنه قديم شوية. اللي معاه راجل بيقول لأ لكل حاجة، وبيحس أنه هو حياته عايزة تتغير، فبيقرر بعد ما بيحضر سيمينار مع واحد كده أنه هو يقول يس، يقول آه لكل طلب غريب مهما كان غريب، يقول آه على كل حاجة. وده بيبدأ يغير حياته، وبعدين بيبدأ يلاحظ انه مش لازم يقول اه على كل حاجة، ومش لازم يقول لأ لكل حاجة، في حاجات يتقال اه، في حاجات يتقال لأ، لكن الفكرة ان انت ما تضيعش فرصك في الحياة. الفيلم لطيف جدا ومشجع، بحسه شبه افلام السلف، شبه كتب السلف هيلب شوية، اللي هي كتب التنمية البشرية، لكن بطريقة حلوة جدا. يعني انا عجبني شكل التنمية البشرية بالشكل ده. كمان في الفيلم ده مع جيم كاري زويد شانيل، واللي بلاحظه في ادوار زويد شانيل ان كلها شبه بعضها. انا مش بكره زويد شانيل وبالعكس بحبها جدا، لكن كل ادوارها شبه بعضها. انا ما عاوزش بفرق زويد شانيل من في اي شخصيه من الشخصيات اللي هي بتمثلها. بعد كده اتفرجت على ريفولوشنري رود، زاسه 2008، من بطوله ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت. الفيلم ده مقتبس عن رواية بنفس الاسم، رواية كلاسيك، وبتدور احداثه في الخمسينات او الستينات، مع ما بين كابلز عادي جدا بيبدأوا يعيشوا حياة روتينية شوية، وبيبدأوا يحاولوا ان هم عايزين يهربوا من حياة روتينية دي. هو موظف بيشتغل شغلانة روتينية وبيكرهها، وهي ربة منزل بس عندها طموح كبير جدا ومش عارفة ازاي تحقق الطموح ده. بيبدأ يخططوا ان هم يروحوا في رحلة برا، يسافروا برا البلد خالص، وبتبدأ حياتهم تتغير بسبب ده. الفيلم قوي جدا، ما انصحش اي حد يشوفه، مش اي حد يقدر يستحمل الجرعة النفسية اللي فيه. في صراع نفسي جامد قوي ما بين الشخصيتين، الزوج والزوجة، المشاعر المكبوتة جوا كل واحد فيهم، وفكرة انها ممكن توصلهم ان هم يعملوا ايه. الفيلم ما اقدرش انصح اي حد بينا، مش اي حد يقدر يستحمله، لكن لو ليكم في الافلام اللي بتتعامل مع نفسية الانسان قوي، ده فيلم يكون حلو ليكم. بعد كده اتفرجت على فيلم كاسل ان ذا سكاي، وده فيلم انمي، ظهر سنة 1986، وده اول فيلم من افلام استوديو جيبلي، ما كنت شفته قبل كده، رغم انه واول مرة اعرف ان ده اول فيلم ليهم. الفيلم بيدور احداثه حول ولد وبنت يتيمين. البنت معاها حجر سحري، وبتكتشف بعدين ان الحجر السحري ده هو مفتاحهم للوصول لمدينة لابوتا الخالية، اللي هي مدينة طايرة في الجو، ومدينة بيقال ان جواها كنوز وكده. وبيبدأ الولد والبنت دول في رحلتهم في البحث عنها، بهرب من القراصنة ومن الجيش اللي كلهم بيحاولوا برضو يوصلوا له عشان يسرقوا الكنوز. الفيلم زي كل افلام استوديو جيبلي بيقدم لك عظة في الآخر، إن من غير الحب ومن غير الاهتمام ببعضنا، الكنوز دي كلها ملهاش أي قيمة. وغيرها من الدروس اللي بيحاول جيبلي يقدمها. الفيلم جميل جدا، وطبعا ألوانه ورسوماته حلوة، رغم إن هو أقدم أفلام استوديو جيبلي، لكن طبعا فمش نفس جودة أفلامهم اللي بعد كده، لكن يظل فيلم حلو جدا، وفيلم فرحني لما اتفرجت عليه. بعد كده اتفرجت على The Addams Family سنة 1991، وبعدها اتفرجت على Addams Family Values سنة 1993. طبعا عائلة Addams مثلها كذا كاست، لكن دارت الكاست المفضل عندي اللي هم مثلوا الفيلمين دول. كذا كاست كانوا مثلوهم، لكن دوت اكتر كاست حبيتهم فعلا، واكتر كاست عجبوني في الاداء ده. رغم ان انا بحب تيم كوري، لكن حاولت اتفرج على The Addams Family Reunion تقريبا من بطولته، كان عامل دور جوميز، لكن ما قدرتش اكمل الفيلم لان الكاست ده
هو اللي علق في دماغي وهما اللي اقتنعت بيهم ان هما دول ادمز فاميلي. طبعا قصة الفيلمين مختلفة مختلفة شوية في الاحداث، لكن هي نفس القصة، انها عيلة غريبة جدا عايشة في قصر، كلها عيلة بتحب الاسود، بيتكلموا عن القتل، بيمارسوا الشعوذة وغيرهم، وبيحاولوا يتأقلموا في المجتمع الغريب اللي شايفهم هما غربة. فيلم الفيلمين دول بالذات ارشحهم جدا جدا جدا. واحد 1991، واحد 1993. طبعا في مسلسل كرتون، في مسلسل تلفزيوني، في افلام تانية مختلفة، لكن الفيلمين دول بالذات بالقصة دول بالذات هما من احسن اللي قدروا يوصلوا احساس ادمز فاميلي. الفيلم كوميدي جدا، وطبعا يقال ان هو يعني جنرا الرعب الكوميدي، وكنت بستمتع بيهم كل مرة اشوفهم فيها. بعد كده اتفرجت على فيلم كاسبر سنة 1995، وده برضو ده سنة 1995، ده من افلامي المفضلة، وبرضو من النسخ المفضلة لفيلم كاسبر. في نسخ تانية ليه، لكن ده الفيلم المفضل عندي. كاسبر بيتكلم عن كاسبر اللي هو شبح لطيف، عايش ساكن في قصر كبير مع عمامه التلاتة اللي هم أشباح برضو، وبيجي واحد بيحاول يطرد الأشباح من الأماكن، أو زي ما الفيلم ده بيقول بيحاول يعالجهم ويساعدهم نفسيا ان هم يعبروا للعالم الآخر ويبطلوا يكونوا أشباح. وبيجي معاه بنته اسمها كات، وبتبدأ علاقة ما بين الأب والبنت دول وكاسبر وأعمامه التلاتة. الفيلم ممتع جدا جدا جدا، من افلام لاشباح المفضلة عندي، وبالذات النسخة دي اللي هو سنة 1995، دي من النسخة المفضلة لفيلم كاسبر. فيلم كاسبر اتعمل منه افلام تانية وكرتون وغيرهم، لكن ده برضو يظل فيلم مفضل. حاجة اتفرجت عليها طبعا، ده كان عرض روحته، مش حاجة اتفرجت عليها في التلفزيون، هو عرض كيدم تبع سيركي دي سوليال. عرض كيدم ده اول عرض سيرك اروحه، ده اولا عرض سيرك اشوفه في حياتي، ثانيا احلى حاجة اشوفها في حياتي، من احلى الحاجات اللي شفتها في حياتي. سيرك سوليير بيلفوا العالم، هم شركة كندية للسيرك، وبيقدموا من خلال عروض السيرك بتاعتهم قصص، كل عرض ليهم بيكون قصة مختلفة واسم مختلف. كيدم ده اسم القصة دي. كيدم بيتكلم عن بنت عايشة مع باباها ومامتها، لكن باباها ومامتها بيهملوها ومش بيهتموا بيها، فهي دايما على طول حاسة انها وحيدة. ففجأة بيظهر كيدم اللي هو مخلوق سحري كده من غير راس ومعاه قبعة ومظلة، وبيديها القبعة دي. القبعة دي بتكون انها البوابة بتاعتها انها تتخيل عالم كامل من السحر والخيال، اللي بيساعدها انها تقضي على الملل ده وتهرب من الوحدة اللي هي حاسة بيها. العرض كان جميل جدا، الموسيقى كانت بتتعزف لايف، اداء السيرك كان حلو جدا جدا جدا، وفكرة ان هم بيقدروا يحكوا قصة من غير اي كلام خالص. حتى الاغاني اللي كانوا بيغنوها كانت بلغة السيركش اللي هم سيرك سوليال اخترعوها اساسا للعروض بتاعتهم. هحط كام صورة للعرض، وهسيب كمان لينكات لبعض المقاطع من العرض بتاع كيدم ده في الديسكريبشن، انها في بعض المقاطع موجودة على اليوتيوب. ده من احلى عروض السيرك شفتها في حياتي، وفكرة ان هم قدروا يحكوا القصة من غير كلام خالص خالص اطلاقا كانت حلوة جدا. دي الحاجات اللي اتفرجت عليها في شهر اكتوبر. طبعا شهر اكتوبر كان يكون واضح ان هو شهر فرجة اكتر من شهر قراية، لكن اتمنى تكون الحاجات دي عجبتكم. لو عندكم اي تعليقات عليها انا هستناها على اليوتيوب او على الفيسبوك. ما يكون الفيديو عجبكم، استنوا فيديو جديد.